حبيت نشكركم كلكم اللي جيتوا. حبيت نشكر عم علي، سي علي زنايدي. ما نحبش نقول له عم علي. حلق خضار اللي جاي. مي علي زنايدي عاوني في عاملين بوفير سليم من أول نهار. سيتي ان ماراثون، دونك سا فا ان اون اللي نخدموا عليه. من أول نهار حتى لآخر نهار عم علي كان معايا موجود. حبيت نشكرك. جوي روميرسي زاد أمينة بن دمير مش حاضرة معنا اليوم خسارة، مي عاونتنا برشا في الكتاب. أنا أعتقد أن الكتاب هذايا يرفلت 60 ans d'art passé عمر الطيقي. Il faut vraiment remercier la personne qui était à ses côtés et qui a souffert à ses côtés et tout en restant dans l'ombre. Et cette dame-là nous a appris à être modeste, à être courageux. Cette dame-là, c'est Ba Triki. C'est la femme de l'artiste Lahbib Touzi Moskhala. كينا شوية طبعا نحب نعطي كلمة سي علي. هذه معناتها مناسبة جدا ثمينة وجدا عزيزة على كل من تعرف على الفنان الشيخ الدكتور عمر الطيقي الذي قدم لنا اليوم كتاب رائع يمكن أن يكون مرجع للعديد من الطلاب والعديد من المثقفين، لأن هذا الكتاب هو ثمرة عمل دؤوب، عمل مضني، عمل فيه إرهاصات، فيه تفكير وفيه خيال، وكله أنباعه من الإيمان ومن الشك ومن العقيدة. لو أطلت عليك Ici, on a H.O. Totala qui est notre photographe et qui est le photographe. Toutes les photos du Marmouli Flecteur, c'est H.O. Bien sûr, l'émission, c'est Meher, c'est Fed et c'est Nobras qui nous ont beaucoup aidé. Z.A. va s'embêler en bas à les changements d'avis de dernière minute. C'est Romain Tratala, tu as une calme ? أنا أعرف أنكم لن تستطيعوا لن تستطيعوا أن تتصوروا أنني كثيرا ما أنظر إلى بعض التبليغات التي وقعت رسما وأنا أتعجب من أين لي هذا. وحديث الأخ علي زنايدي أثر فيه بعمق لأنه تحدث عن ذلك الرجل الذي بدأ وانتهى كأنه لم يبدأ وكأنه لم ينتهي لأنه سيواصل فيما هو فيه من خلال ما أنا أستطيع أن أقدمه لكم. وهذا أملي لأنني أرى محمد إيهاب التريكي كيف يتعامل معي، وأنني قلت له أنني أعجز تماما عن التعبير لما فعلته لي، فأجابني قال يكفي أننا نتعاون مع بعض في إنتاج ما هو أحسن.